Глядя. مصيري شوية شعبه. عمليها مع الأسات. وبعدين بقى قلة النوم بوم 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 واليوم الملخبط ده شاغلني قوي ونسيت اسمي وانا اللي فيك ده جنان رسمي شاغل بومو بابا يلا قرب للنص لا لف هيك لف هيك لا 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 انا هيك بحب انا انا بحب هيك بحب عكسك شو احساسك شو احساسك هايدي بعد ما طلعت التوب 1 وتوب 2 لثلاث جماع بعدين طلعت من التوب انت هلا قاعده على البحر وكاروت وماكاروت وكريم شو حاسه حبيبي مش شايفني اخذ حمام شمس وبناخذ مقابله مع حنان 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 الخضر ملكة جمال المغرب المغرب العربي ومصنف لنكون ملكة جمال العالم شو بنقول حنان الخضر بعد ما شاركتي بستار اكاديمي وطلعت نومينيه 16 مره كثير هبله من بعد ما طلعت نومينيه 16 مره شو احساسك وشو بتحبي تقولي لكل جمهورك نتشكر حنان الخضر تفضل علي الفيصل تفضل شو بتحب تقول من بعد ما شاركت بستار اكاديمي وتعرفت على شاب اسمه رافائيل شو كان شعورك اول شيء شعور كان قبول الستار اكاديمي كان بالنسبه لي اكبر انجاز واكبر نجاح في حياتي كان واكثر اكثر شيء انا كنت مبسوط فيه في الاكاديميه اني تعرفت على ناس اعتبرهم شيء حلو بحياتي واضافه حلوه بحياتي ولي شرف كثير اني اتعرفت على كل الناس وعلى نسيم شو بتحب تقول مبان شو بتحب تقول لجمهورك ولكل اللي عم يحضرونك وليه بتحكي من مناخيرك